السلام عليكم. مساء الخير. انا كنت ناس مريض وفقت دابا وفقت باش نهضر معاكم وباش نقول لكم بان فيقني ولدي وخبرني بواحد الخبر خايب بزاف. فيقني وقال لي ودي راه بابا هاد الحلقه اللي دوزتو اليوم ديال ولد المضاربي اللي درتي اليوم فيها واحد الخطا فادح. هاد الخطا انه قلت شي كلام. اولا هاد الحلقه هادي نزلت واحد 10 سنين، نزلت هاد الحلقه اللي قلت اليوم 10 سنوات تقريبا. انا نسيتها والله الا نسيتها، ديك الجريمه نسيتها وخدمت فيها ونسيتها، ولكن اللي فكرني فيها واحد صاحبي عميد الشرطه اللي سميتو دريس المليكي الله يشافيه، راه مريض حتى هو بحالي، فكرني فيها وصردها ليا تماما كيما خدمناها. وانا في هذا النهار هادي راه سبقت قلتها خدمت جوج حلقات متابعين، خدمت واحد بونيس اللي غيدا النهار الحد باش ريح شويه، قلت نعطي شويه دلاطاك باش تريح. ولكن لما كنت نصدت هاد الحلقه هادي انا كنت مولي وسلام واش في الدنيا خاويه تما على كوفيد، وانا غلطت وقلت تعرفوا دابا هاد الحلقه وقعت وكوفيد والحوانت سادين في كوفيد وكذا وكذا، وغلطت غلطت ما كانش من الطاقم اللي ينبهني ولا كذا كذا، الا واحد ولد كان جالس حتى كملت الحلقه وقال لي ودي غلطتي في هاد القضيه، راك دخلتي كوفيد في الحلقه وداز 10 سنين ما كان لا كوفيد لا والو، غلطتي غلطتي ودخلتي هادشي. وقلت لذاك السيد اللي مكلب التصوير قلت له ودي شوف راه وقع مشكل، هو سمعته ولا ما سمعتوش، نتوما حتى عطيكم ما تعاوني والو، غير مجمعين تما واحد العدد ديال الناس في هاد الحدث 24 ما عرفتش كان النهار ولا ما عرفتش هاد الموظفين كاملين كاينين، عرفت جوج الناس دابا لقيت فات تقريبا واحد 34 قالك ديال الناس، والله ما كتعرف انا عندهم هاد الناس كاملين. قلت لهم توحت فيكم ما نبهني، وقفنا الحلقه وقال لي قلت لذاك الكاميرا ما نعاود تصلح هاد الشيء هذا، وقال لي واخا صلحتو وصافي كلشي داز، مع ان هاد الكاميرا ما دار بزاف الاغلاط، هو اللي كانت تدير المشاكل ديال الصوت، هو اللي كانت تدير المشاكل ديال الاناره، ما عرفتو انا منين جا، جاب واحد السي في عطاه لي وخدموه وجراو على واحد خينا كان بروفيسيونيل، ما لقيت عمري لقيت معاه مشاكل. وهاد السيد ما عرفتش واش جا جابوه ولا جابوه باش يحطمني وباش يخسرني، يمكن مدفوع من شي جهه الله اعلم. وقلت لي حيد هاد الكلمه هادي، قال لي واخا، في الاخر ما حيدهاش، ما حيدهاش وخرجها. الان انا غنتوقف باقي شي حلقات غيدوزو ديالي ما كاين باس، ولكن غنتوقف من حدث 24 حتى نشوف مع الاداره ديالهم مع المدير ديالهم ونشوف واش غادي يحلوا هاد المشاكل الاداريه والتقنيه ولا ما غيحلوها شي. الا ما كانش شي حل انا غنتوقف، والعقد اللي عندي بيني وبينهم غيتوقف، وانا عارف كيفاش غنوقفو، كاين القانون وكاين كلشي باش غنوقفو. وانا خدمت ودرت مجهودي ودرت التماره حتى وصلوا للمليون، ولكن هاد الناس ما قدروني شيء وما عطاوش الحق ديالي، وهاد الناس ما فهمتهم شيء انا باش يرتكبوا بهاد الاغلاط، ماشي غير الاغلاط راكم شفتوا الاغلاط اللي عشنا فيها ديال الصوت الاناره الصوت الاناره الصوت الاناره، حتى تشوفوا على عينيكم على عينيكم على عينيكم. انا عييت عييت عييت، دابا انا نطمن الفراش فيقني ولدي وانا مريض وناس عيان، ونقول لكم بانه الجمهور العزيز غتصبروا معايا غنتوقف تندير حل مع هاد الناس، ما غنزيدش حتى ندير حل مع هاد الناس، حل نهائي نهائي. وداك السيد تحمل مسؤوليته، داك الكاميرا ما وقفش الواجب ديالو، وشكرا جزيلا واسمح.